تمام يا اخوان، ان شاء الله في الحلقه هذه حنغير ثنك الطيور او عشاش الطيور، وكمان يا اخوان حنشوف اللي هو انتاج اليمام انتج عندي، وكمان حنشوف انتاج الحمام. طبعا عملنا لكم حلقه على القناه الرئيسيه في انتاج اللي هو الحمام، وشفنا اللي هو الكتاكيت، ولكن قلنا لكم انه بدنا نعمل حلقه ثانيه ان شاء الله ونصلح اللي هو الثنك او العشاشي، وكمان حنشوف اللي هو انتاج اليمام. فخلكم معنا على اساس انه احنا نشوف انتاج اليمام وايش حنسوي في اللي هو البيوت. فان شاء الله خير يا اخوان، باذكركم في اللايك وباذكركم في الاشتراك وبس، وخلنا نروح. تمام يا اخوان، في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا على اللي هو انتاج البيض، وطلعنا كل الطيور على اساس انه هي تتلاوى في الارض، والحمد لله ما صار في قتال ما بين الذيوك زي الديك اللمبرغيني والديك الدجاج البلدي الا وهو فزاع ويوسي، وكمان الديك الدجاج الصيني على ما اعتقد غاد عند الاولاد بلعب غاد مش عارف وينه، وكمان طلعنا كل الطيور على اساس انه هي تتلاعب والكتاكيت الصغيره والى ذلك. فزي ما شايفين بده يحاول يصير يتقاتل، ولكن الدجاج الديك البلدي بهرب، فحنتدخل حاليا ونخلي اللي هو ادم يفك القتال ما بينهم. ادم اجري اجري اجري، تعال اجري، افزع افزع ما بيناتهم يا بابا. قيم الذكر عنه وخلاص. تمام، خلنا نروح نشوف اول حاجة انتاج اليمام وايش انتج عنا، وبعد هيك حنشوف اللي هو ايش نسوي في اليمام في الحمام والى ذلك. تمام، قبل ما ندخل هان، في الحلقة اللي فاتت كسرنا معاكو اللي هو بيض اليمام هذا، لانه ما في كان جنين، بيضة فيها جنين والثانية ما فيها جنين، فكسرنا معاكو هانا واكلوا الطيور، الطيور اكلتهم زي ما انتم شايفين مطرح اللي هو التكسير. فخلنا نشوف اللي هو انتاجه، انتاج اليمام اللي كان فوق. صراحه كان في بيضتين مش عارف وين البيضه الثانيه رايحه، مش عارف صراحه. فخلنا نشوف، بسم الله بسم الله يا اخوان، خلنا نعمل زوم. اطلع يا حج اطلع، ولا تطلع ولا يا خلاصي يا خلاصي. خلنا ننزله بس، انزل ونشوف اللي هو الانتاج. تمام يا اخوان، زي ما شايفين هذا هو الانتاج. خلنا نشوف هل بيشبه اللي هو الحمام. صراحة يا اخوان بيشبه الحمام، بيشبه الحمام الى حد ما. اول مرة امسك كتكوت يمام، زي ما شايفين يا اخوان هذا هو الكتكوت اليمام. ثواني احط فوكس، شكله بصر كيف هيك غريب مريب مش طبيعي، ولكن الحمد لله. طبعا البيضة الثانية مش ملاقيينها، مش عارف وين راحت. طبعا هذا هو انتاج اليمام زي ما شايفين، انتاج اليمام. فبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا اخوان انتجنا اللي هو اليمام عنا في المزرعة، فهذا اشي كثير 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 حلو. خلنا نرجع على اساس انه ما يعني يصير في اشي، ونرجع اللي هو الذكر ابوه. بسم الله، صراحة شكله كثير كيوت هو وابنه. بحاول افرجيكم اياه عن قرب، بقاتل قاعد. سبحان الله يا اخوان سبحان الله. تعال بس لصورة الغلاف، طب صورة العرض، صورة الغلاف، صورة الغلاف وخلص خربت العش معك بالهنا.
خلنا نقيم هدول مش محتاجينهم احنا. رقات القاعد يحاج صورة الغلاف بس. تمام، اتمنى اكون قدرت ان انا اخذ صورة الغلاف. مش واضحة. مرة كمان، مرة كمان، مرة كمان. تمام يا اخوان، زي ما شايفين هذا هو اللي هو الانتاج ما شاء الله عليه. خلنا نروح نشوف ايش نسوي عند الحمام، وحنشوف اللي هو انتاج الحمام كمان مرة معاكم في القناة الثانية، وحنشوف اللي هو ايش حنسوي في التنك القديم. زي ما قلت لكم انا جبت ثنك جديد على اساس انه انا اغير الثنك القديم في الثنك الجديد. ان شاء الله خير. خلنا نروح نشوف اول اشي الثنك الجديد اللي انا جبته، حطته هان في المنطقة هذه وفتحته والى ذلك. تم في كم من وحدة حنفتحهم زي ما شايفين هذول هم. ان شاء الله خير. طبعا يا اخوان الانثى هذه باضت، هذه الانثى اللي طيرت ذكرها باضت كمان مره، فان شاء الله خير. خلينا نفوت على اللي هو البيوت ونشوف ايش نسوي. تمام، حنفوت هنا ونشوف ايش حنسوي. في هان ثنكة قلنا حنغيرها، هذه هي، فحنغيرها. لا هذه من هنا مهرية، فهنا اللي هو ذكيت فيه ان شاء الله. هذول هم طلع، بس الذكر، الذكر هذا مجرم، مجرم هذا الذكر، مجرم مجرم. هذول هم ما شاء الله. كنا نعمل فوكس، فانا ما اعتقد حاليا مش هقدر اغيرهم يا اخوان لين لما اللي هو يعني يكبروا شوية. ليش؟ لانه الثنكة فيها عشب جديد لسه، فمش حغيرها. خلنا نشوف هذه هل متاكلة ولا لا. هذه متاكلة زي ما شايفين، اول ما حطيت اصبعي انخرقت زي ما شايفين، خرقت كمان من هنا. فهذه حد حيكون فيه لها تغيير، ولكن خلنا نشوف الزغاليل هل بصلح ان احنا نغيرها ولا لا. طبعا هذا ابوهم حاليا، وردية الاب والام، الابو انه يرقد على اللي هو البيض او الكتاكيت. ما اعتقد لسه صغار انه احنا نغير اللي هو الثنك، فمش عارف لسه يا اخوان صغار. طبعا دول المالديز صراحة منظرهم كثير كيوت وحلوين هيك ما شاء الله ولطاف هيك. فخلنا نرجعهم وانا حغيرهم يعني بس يكبروا شوي، لانه بدناش يتغير على الابو والام المكان. طيب خلنا نشوف هذول هل بنقدر نغيرهم ولا لا. طبعا هذول اكبر شوية، ممكن نحن نغير اللي هو الثنك. طبعا زي ما شايفين هذول اكبر ما شاء الله. بنقدر نحن نغير الثنك، ولكن مش هنغير الثنك تبعهم. ليش؟ لانه جديد زي ما شايفين، ما في يعني ما في اللي هو صدأ، لسه التنكة جديدة، فمش حنغيرهم. طيب ايش في عنا كمان؟ نفقس او في زغليل، في هان وضع بيض لسه، وفي هان وضع بيض جديد مش قادر افرجيكو، نسيت اضوي الفلاش، مش حقدر اغير، هنخليها لما يكبروا شوية. ففرجيناكم كمان اللي هو انتاج الحمام، وشفنا اللي هو انتاج اليمام. فصراحة اول مرة ينتج عندي اليمام، او اول مرة اربيه اساسا انا، يعني اول انا اول مرة اربيه، وهذا هو كانت اللي هي تربيتي لإله. حلوة هذول لهم ساعة بصوصو، مش عارف وين انا اللي هي امهم، مش عارف وين امهم على ما اعتقد. هان جوا تحت، لا مش
مش عارف صراحة، خلنا ندور عليهم. المنطقة هان متخبية. نو وين رايحة؟ معقول هان جوا؟ هاي هالجوا، فوتوا فوتوا، تعالوا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا. اوب اوب اوب، وين رايح؟ وين رايح؟ اي 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 اي، فوتوا فوتوا، ازعجتوني لكم ساعتين بالصوصو جوا، فوت فوت. هيك ماما هي واخواتكم، يلا روح طيروا لهم ساعه بالصوصو. خوتوني خوت خوتوني يا اخوان. تم بدي اشوف بس هالشيء، بدي اشوف البط هل واضع بيض هان ولا لا. نو مش واضع، توقعت يكون واضع بيض لانه في تكسير من الذكر على الأنثى مستمر، من الذكر والأنثى هذول. هذا هو الذكر وهذه الأنثى، في تكسير من الذكر على الأنثى مستمر، فتوقعت إنه يكون في وضع بيض، فإن شاء الله الأيام الجاية يصير وضع بيض. تمام، خلنا نمسك هان واحدة منهم ونشوف قديش وزنها كتجريبي، يعني هيك نزن هيك في إيدنا تجريبي. طبعا هذول يا اخوان الاربع بطاط اللي طلعوا معانا اخر دور او قبل الاخر اخر دور، فخلنا نمسك واحدة منهم ونشوف اللي هو وزنها اللي هو او حجمها. ما شاء الله يا اخوان، مش هقدر اوصف لكم، يعني انا ماسكها هي صح جناحينها فاضية، ولكن ما شاء الله الوزن باين، يعني وزنها باين يا اخوان. خايف انا من مسكتي لايديها اكسر يعني ايديها، لانه وزنها كثير كبير، حينكسر اللي هو او حتحمل لها ايديها ننتقلها. وزنها مناسب يعني لحجمها وسنها، ما شاء الله. لو عندي ميزان كان وزنت لكم اياها، تقريبا فيها 2700 من 2 كيلو ل 2700 جرام. وزنها حلو كثير كثير، وهذا الاشي بيرجع للي هو الخلطة اللي كنا نحط لهم اياها، زي الخلطات الحلبة المطحونة والاشياء هذه. طبعا احنا مسكنا بس البطة هذه، في كمان بطة اللي هي بيضة، طبعا هذه اكبر بطة فيهم من الثلاثة، هي ذكر صراحة، وهو طلع جناحينه، ولكن ذيله انا نتفت له اياه كان مكسر، فهنحاول نمسكه ونشوفه، نشوف لوين وصل اللي هو النمو تبع الديل، لانه انا قريب نتفته، لسه صغير شبابي. منفوهقة بمشي، منفوهقة، خلنا نقدر ان احنا نمسكه. بسم الله، تعال يا حاج تعال، تعال بس تعال، حلقوا يا اولاد للذكر هذا. حلقوله ايوه، هات اشوف، مسكني من جناحينه، يلا خلص يلا روح. تمام يا اخوان، ما شاء الله ثقيل. طب بس اهدى 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 يا ملك بالهنا، زي ما شايفين طلع جناحين اللي هو ريش الجناحين، فهذا بياخذ من وزنه صراحه. حاسه يعني مش زي اول، كان تقريبا 3 كيلو صار 3 الا، فهذا الريش بياخذ من الوزن. اذا بنلاحظ هان الريش فيه دم، الدم هذا بمتص اللي هو الغذاء اللي بياكله، فوزنه حلو ما شاء الله بالنسبه لسنه، وحجمه حلو بالنسبه لسنه، فالحمد لله الحمد لله يا اخوان الحمد لله. اسمعوا لي هالاصوات، اصوات اللي هو الطيور البرية صراحة، اصوات كثير كثير حلوة، مع اصوات اللي هو طائر الزيبرا او طائر الدويري هندي او الباجي، كثير كثير الاصوات حلوة كثير. وهذا بدأ انه هو يتلون، صار الوانه حلوة ما شاء الله، لون اورنج
أورانج أزرق كثير كثير كثير. تمام يا إخوان، فرجينا كل هو إنتاج هذا اليمام. صراحة خلنا نعرف الكل لأنه في بعض الإخوة فيه جداد. بالنسبة لهذا اليمام فهو يمام كريم عادي، هذه الأنثى يمام كريم عادي والذكر يمام كريم عادي ولكن أبيض، وهذا الزوج لسه بيشلح ريشه، يعني تزوج ولكن لسه بيشلح ريشه، إن شاء الله بيض أول ما يكتمل ريشه. طبعا في هان الزوج الثاني اليمام اللي هو القمري أو الإمري، وفي عند اللي هو كمان زوج إمري زي ما شايفين، وفي اللي هو اليمام اللي أنتوا قلتوا لي هذا بقري، ولكن أنا مسميه عندي اللي هو سعودي. طبعا هذا هو، فإن شاء الله ينتج الأيام الجاية. الذكر حامي ولكن الأنثى فيها مشكلة، مش عارف إيش مشكلتها. طبعا سميتوه أنتوا اللي هو يمام بقري بنسبة لأنه في لطشات سوداء، وحتى كنئته هيك رقبته قصيرة وهيك يعني. فكنت بقولكم انه في عندي كذا سلالة من اللي هو طيور اليمام. خلنا نسكر معكم، ولكن قبل ما نسكر خلنا نروح نشوف اللي هو الفشة هل استوت ولا لا. خلنا نقلبها يا اخوان معاكم ونشوف هل استوت ولا لا، لانه اذا استوت حطلعها يا اخوان من اللي هو الطنجرة واخليها تبرد بعدين انه انا اقطعها ونشتغل فيها. فخلنا نشوف يا اخوان هل استوت ولا لا. بسم الله. هذا ما يبدو انه لسه ساتر يا رب منيح ما وقعت. خلنا ناخذ شقفه ونشوف. بسم الله. خلنا ناخذ شقفه ونشوف هل استوت ولا لا. فشه لسه قلبها ما استوى. هنتركها يا اخوان شويه تستوي ونسكر معاك وان شاء الله هرجع لها انا. تمام. طلعنا هان صحن في اللي هو سمك او باقي اللي هو السمك للبسة، ولكن البسة سايبة يعني مش قادرة تاكل من الطيور. الطيور هم اللي قضوا على اللي هو السمك او مكان ما اكلنا السمك، فيا حرام مخدلها حبة هانا ومش قادرة تروح. قول انا مين هذا ومين مين انا وايش فيه وكي. يا اخذتيها مني ولك هديها. يا حرام اخذتها اكلتها. بتقاسموا مع بعض، انت ندفه وانا ندفه. ايه ده ايه ده اكلتها كلها. بسبوس توم ولك خدها منهم. هامل 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 والله عاقل، بس عاقل بده ياكل ياكل، ولكن يا حرام مش قادر ياكل منهم. انظر كيوت وهم لازين بيشدوا الاكل منه. اساسا انا طلعت الاكل للبس مش للدجاج، ولكن على اساس انه اليوم ويك اند هيك قلت اطلع كل الطيور. شكرا شكرا شكرا، يخلف على اللي عزمك يا شيخ، يخلف على اللي عزمك. كسروا الصحن نصين نصين، كسروا نصين. يلا فداهم، بدنا نشيله عشان ما يتجرحوا. خلينا نرفعه هان مؤقتا وبعدين انا حرفني اللي هو احطه في كذا كيس على اساس انه ما يعني يجرح عامل النظافة. وسخوا الدنيا وكسروا الصحن. ايش اقول فيك بس ايش اقول فيك. يلا فداهم. تمام يا اخوان، طلعنا معكم فرجينا كل هو انتاج اليمام وتكلمنا عن اللي هو انتاج الحمام
وقلنا انه احنا ننقل الحمام الصغير في تنك ثاني، ولكن ما بينفع حاليا. ليش؟ لانه لسه صغير وخايف انه الام والابو يتركوا الثنك وما يرقدوا على الكتاكيت ونخسرهم. فقلنا كمان اللي هو اسبوع او اسبوع ونص بنقولهم وان شاء الله خير. وعبل مفتح اللي هو الثنك الثاني، لانه الثنك الثاني لسه بده فتح تنظيف والى ذلك. تمام يا اخوان، بالنسبه للسمان لسه ما بضش او باض او لا، لسه يا اخوان ما باض، وان شاء الله في الشهر هذا يعني بيض، لانه انا ملاحظ على الذكر في اللي هو اكتمال في منطقه المخرج في سائل اللي هو رغوي او تكون، وحتى ملاحظ على الانثى في توسعات. فان شاء الله الشهر اللي احنا فيه هذا الجاي يصير في انتاج والى ذلك. شكرا للنهاية اللي تم معانا، ولو انت ضليتك معانا للنهاية بتشكرك كثير 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 كثير. وبس، سلام يا اخوان.